يعني حضرتك ترى بأن اجتماع كمال كليتشدار أوغلو الذي تم مع عدد من قادة حزب الشعوب الديمقراطي بين قوسين الهيدي بي التابع لهذه يعني التنظيمات الكردية التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية، هي تقول بأن هناك علاقات بين هذا الحزب وتلك التنظيمات وفقا لأقوال البعض داخل الحكومة التركية، هل تعتقد بأن جلوس كمال كليتشدار أوغلو مع هذا الحزب في الوقت الراهن يؤثر على حظوظه في تلك الانتخابات؟ نعم لا شك بأن اللقاء الذي جرى بين رئيس حزب الشعب الجمهوري مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطية هو سيؤثر تأثير كبير جدا على سير الانتخابات القادمة، وستكون النتيجة لمصلحة السيد أردوغان. أولا، حزب الشعوب الديمقراطي هو ليس حزب كردي، هو حزب من جميع القوميات العربية والكردية والأرمنية وحتى ومن الترك ومن الأذريين، أي من جميع قوميات الأمة التركية، حتى أن رئيس الحزب حاليا هو عربي، ولكن هو مرفوض رفض قاطع من قبل الشعب التركي بشكل عام. حتى الأكراد أنفسهم في الانتخابات الرئاسية أو في الانتخابات البرلمانية قسم منهم وقسم كبير يقدم صوته إلى سيد أردوغان أو إلى حزب العدالة والتنمية، لأنهم يرون بأن حزب العدالة والتنمية قد نجح اقتصاديا ونجح اجتماعيا ونجح سياسيا في وحدة الأراضي التركية، وكذلك في زيادة وحجم الاقتصاد التركي، وكذلك أصبح هناك انفتاح اقتصادي داخل تركيا، وهناك حرية اقتصادية داخل تركيا وبعمليات التجارة الخارجية. ولذلك أنا أتوقع بأن حتى الأكراد داخل تركيا سيعطون صوتهم إلى السيد أردوغان بعيدا عن أحزاب المعارضة.